حكايه الرياضه. ايه اخبار الرياضه؟ ايه اخبار المنتخب الاولمبي؟ ايه اخبار المنتخب الكبير بعد الانتصار اللي عمله على ملاوي 2-0؟ ايه اخبار الزمالك بعد خروج رئيس نادي الزمالك من السجن النهارده؟ ايه اخبار كل الحاجات دي؟ الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي، اهلا بيك احمد، ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ عمرو، كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك. الله اكرم. قل لي ايه حظوظ دلوقتي المنتخب الكبير بعد الفوز على ملاوي 2-0؟ المنتخب كسب 2-0 وتصدر المجموعه بست نقط، معانا اثيوبيا ومعانا غينيا. المنتخب ده طبعا مجموعه انا شايفها في المتناول يا استاذ عمرو، ولا اسهل يعني. انت ازمت موقفك بس لما خسرت من اثيوبيا في وجود إيهاب جلال قبل كده، لكن منتخب تدرج أموره، كسب 2-0، عنده ماتش يوم الثلاث أمام ملاوي، فرصة منتخب مصر كبيرة إنه يكسب. بالطبيعي يعني منتخب قيمته التسويقية تقترب من 140 مليون يورو في مواجهة خصم قيمته التسويقية 3.5 مليون يورو. قريبة يعني جدا، قريبة. على حسبتك أنت أستاذ عمرو هي قريبة. فطبيعي إن منتخب مصر يكسب وتصدر مجموعته. عندك بكره ماتش اثيوبيا وغينيا، اثيوبيا هتستضيف غينيا، لو اثيوبيا كسبت هيبقى 6 نقط، ما كسبتش طبعا الموقف هيبقى زي ما هو. منتخب مصر هيلعب يوم الثلاثاء الساعه 3. ايوه، ايه النتيجه اللي تريحنا؟ ان انت تكسب ملاوي، ان انت الموضوع كله في المتناول، انت تصعد اول او تصعد ثاني، وان شاء الله تصعد اول. انت ما عندكش اي ازمه، هتلاعب ملاوي مش ملاوي، هترجع هتلاعب غينيا وهتلاعب اثيوبيا، وبالتالي حظوظ منتخب مصر كبيره جدا جدا جدا. المجموعه مش مستاهله ان انت تخش في حزب بيرما او تعقد موقفك الصعب. فرق شاسع جدا بين مستوى مصر ومستوى كل فرق المجموعه، انت معكش حد من المستويات الكبيره، معكش كوت ديفوار، معكش برضه. الناس ما كانتش راضيه قوي عن الاداء بتاع المنتخب. انا معاك في النقطه دي، ده بيرجع طبعا الى الانسجام مش موجود، الى طبعا الصيام برضه مأثر على اللعيبه، الاستهتار بمنافس كملاوي فريق ضعيف، عشان كده شفت 40 دقيقة ولا 45 دقيقة جيدة شوية، شفت شوط تاني سيء على مستوى الأداء، لكن أنت في النهاية بتبحث عن النتيجة، يعني بتبحث إن أنت تكسب. الأهم من كل ده إن أنت تكسب ملاوي في ملاوي، عشان لو كسبت هتبقى 9 نقط، هتتصدر مجموعتك مستريح. بكرة في جلسة عشان اللعيبة اللي هتصوم، عشان ده بس حاجة مهمة الناس تبقى عارفاها يا استاذ عمرو. طبعا في لعيبه بتستغل رخصه الصيام، والجهاز الفني بيمنح اللعيبه فرصه، في لعيبه بتحب تصوم، في لعيبه بتستغل رخصه. ايام الكابتن حسن شحاته كنا بنشوف لعيبه زي احمد حسن، زي ابو تريكه، زي حسن عبد الرافو، كانت بتتمسك بالصيام، وفي لعيبه كانت بتقول لك لا انا بستغل رخصه، خصوصا ان الماتش الساعه 3 العصر في ظروف مناخيه صعبه، درجه حراره عاليه، رطوبه. وبالتالي بكرة اجتماع هيحسم القصة دي. المنتخب هيتمرن الساعة 3 في نفس توقيت مباراة. الماتش هيقام في ملعب 40,000 متفرج، استاد بياسة 40,000 متفرج، وطاقم تحكيم موريتاني لإدارة المباراة. بالنسبة للأهلي والهلال خلاص استقرينا على انه هيبقى فيه 50,000 متفرج؟ نفذت التذاكر يا استاذ عمرو، الناس دلوقتي خلاص، الناس بتتصارع على تذكرة دلوقتي، 50,000 نفذوا. حصة الهلال السوداني هتكون 100 تذكرة حسب ما أعلن النادي الأهلي، هي عنق زجاجة، أكون أو لا أكون، أنت محتاج كأهلي ممثل مصر إن أنت تكسب 1-0 عشان تكمل، بعد ما حطيت نفسك في أزمات، وبعد الحظ ما ساعدك على رأي الأستاذ عمرو أديب في مباراة سان داونز. محظيظ محظيظ. ما هو في مثل بيقول لك الحظ بيخدم الحريفة برضه يا أستاذ عمرو. طبعا طبعا، أيوه. فالاهلي طبعا ما عندوش حل انه يكسب. انا شايف ان الاهلي فرصته اقوى بحضور 50,000 متفرج في استاد القاهره، واحنا من زمان ما شفناش العدد ده يا استاذ عمرو، وبالتالي مصير الاهلي اصبح بايده انه يكسب ويكمل. اكيد. دلوقتي كان في تصريحات من وزاره الرياضه وكلام على المواقع، موقف عوده رئيس نادي الزمالك لكرسي رئاسه في النادي، ايه الموقف؟ ايه الحكايه؟ واحنا مستنيين ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ طب يديني فرصة بقى عشان الموضوع ده شائك وفي أكثر من رأي يا أستاذ عمرو. ده خد وقتك. بس فاهم من الناس إيه الموقف دلوقتي. بص يا أستاذ عمرو، رايحة نادي الزمالك كانت حكم ببطلانها. وبالتالي تم العمل بالرايحة الاستشهادية للوزارة.
اللائحه دي فيها ماده ماده 41 اللي انت حفظناها مصر وهي حفظتها، بتقول ان العضويه بتسقط مع وجود حكم نهائي باب، وده ما حصلش. ما حصلش ليه؟ عشان نبقى مفهمين الناس، لان الحكم ده كان في شهر 8، في شهر 8 وقتها، وقتها حصل ان في قضيه اترفعت من منافس مرتضى منصور عشان يتم اسقاط عضويه مرتضى منصور. وزاره الشباب والرياضه احالت القصه دي الى هيئه مفوض الدوله، وبالتالي في 25/2 لما اتحكم بحبس مرتضى منصور يا استاذ عمرو، وتم ارسال خطاب الى مجلس اداره نادي الزمالك عشان يسقط العضويه، مجلس اداره نادي الزمالك رفض. ليه؟ ارسل خطاب وقتها الوزير قال له في قضيه في هيئه مفوض الدوله من شهر 8 وانت نفسك ما حكمتش واحلتها لهيئه مفوض الدوله، فانا ما اقدرش اسقط عضويه رئيس النادي او عضو في النادي او عضو مجلس اداره وهي منظوره امام القضاء، فانا مش هسقط. وبالتالي تم التعامل مع مرتضى منصور انه ما زال يحمل صفته او ما زال رئيس النادي خلال الشهر ده. هل حضرتك شفت حد برئيس النادي الزمالك؟ مفيش. هل تم اسقاط عضويه مرتضى منصور؟ ما حصلش. ليه؟ انتظارا لرد هيئه مفوض الدوله. عشان كده بنقول ايه بقى يا استاذ عمرو؟ مرتضى منصور في رايين. راي بيقول ان طالما لسه ما اصدرش الحكم من حق مرتضى يزاول صلاحياته من بكره. طيب يا مرتضى منصور زاول صلاحياته من بكره، لو حصل قرارات هتكون بعد كده مصيرها ايه؟ لو هيئه مفوض الدوله قالت يسقط عضويته. تمام؟ طيب الراي الثاني، هي المفروض هيئه مفوض الدوله هتقول رايها امتى؟ لسه تنظر. ليه؟ لان لسه مرتضى منصور امامه اربع قضايا ثانيه بيتم النظر فيهم في شهر 5، سب وقذف، تانيين في اشخاص تانيين ومنهم برضو الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي تصريحات وزير الشباب والرياضه كانت واضحه في القصه دي، احنا مش هنصدر اي حكم او اي بيان الا لما نرجع للوائح، ومش هناخد قرار عشوائي الا لما نشوف الامر بالشق القانوني من خلال اللجنه القانونيه الوزاره ومن خلال اداره الفتوى وانتظار قرار هيئة مفوض الدولة اللي هي تبع محكمة القضاء الإداري. الموضوع شائك. البعض بيقول ومنهم مجلس إدارة الزمالك ومنهم مرتضى منصور نفسه إن من حق بكرة أنزل أزاول صلاحياتي لأن أنا رئيس نادي الزمالك، لم يتم إسقاط عضويتي وبالتالي أنا رئيس نادي الزمالك. البعض تاني بيقول لك لأ مش من حقه لأن في حكم نهائي بات بيحبسه والحكم ده اتنفذ. فإحنا أمام موضوع قانوني في يبس او التباس، وبالتالي هننتظر نشوف راي وزاره الشباب والرياضه ايه وراي القضاء ايه. هنشوف بكره او خلال الساعات اللي جايه ما هو مصير مرتضى منصور من العوده الى مزابله. لا هو هو الزمالك. هو مين اللي هيقول؟ حاجتين، اول حاجه وزاره الشباب والرياضه، لان هي لا وزاره الشباب والرياضه قالت رايها، قالت انا لسه بتكلم مع المستشارين ومش هاخد قرار متسرع، فده خلاص على جنب. مين تاني؟ هيئه مفوض الدوله، ان في حكم هيئه مفوض الدوله لما هتقرر، عندما تقرر هتقرر، هتقرر الاسبوع ده، الاسبوع اللي وراه، كمان شهر، لما التقرير بيبقى عند هيئه مفوض الدوله ما بيبقاش ليه توقيت معين نعرف فيه قرار. معاك حق، لكن مجلس إدارة الزمالك بيقول أنا لما أرسلت خطابي للوزير بأن هناك قضية لهيئة مفوض الدولة وبالتالي لن أسقط عضوية مرتضى منصور أو أزيل صلاحياته. يبقى إحنا مش مستنيين، لا بص يا أحمد، يبقى إحنا مش مستنيين حاجة. لا إحنا مستنيين. إيه؟ مستنيين رد الوزارة وفقا الوزارة ردت الفتوى القانونية من الوزارة. لا الوزير يا استاذ عمرو كلامه هو الوزير بقى له شهر ما عرفش ياخد فتوى قانونية من الناس اللي قاعدة معاه في الوزارة، وإلا كان أصدرها. طب يبقى ليه؟ كلام واضح وصريح. أيوه ما هي الوزارة، ما هي الوزارة اتكلمت خلاص، قالت من يومين مطلعة بيان واضح، قالت أنا لسه هشوف ومش عايزة أتسرع، فلسه الوزارة، هيئة المفوضين دي بتاخد وقتها، ممكن تطلع قرار الأسبوع الجاي وممكن السنة الجاية. بس الوزارة ما منعتش مرتضى منصور يا أستاذ عمرو. بيان الوزارة الأولاني أو خطاب الوزارة الأولاني لم يصل الصفة عن مرتضى منصور كرئيس. هو بعت لمجلس الإدارة قال له وفقا للمادة 41
محتاجينك تعمل كذا، تعين واحد يقوم بإدارة الأعمال. فلما الزمالك بعت الخطاب وقالوا إنه في قضية أمام مفوض الدولة، وأنت نفسك كوزير ما أسقطتش العضوية في شهر 8، وبالتالي الوزير انتظر. فهنا إحنا أمام موقف قانوني لم يحسم من الوزارة. يعني الوزارة ما ده اللي إحنا بنقوله، إنه لسه الوزارة ما حسمتش وهيئة المفوضين ما حسمتش. وبالتالي حد عنده معلومة مرتضى من حقه يرجع بكرة ولا لأ؟ طب لو رجع بكرة إيه الموقف القانوني؟ طب أخذ قرارات إيه اللي هيترتب عليها بعد كده لو هيئة مفوضة الدولة قالت مش من حقه إنه يرجع وعضويته اسقطت؟ طب خلينا نسأل في حاجة احنا نقدر نوصل لها لإجابة، لأن الموضوع ده ملوش إجابة. يعني مين مدرب الزمالك دلوقتي؟ حاليا أحمد عبد المقصود بيقود الزمالك فنيا أمام البنك الأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي وليس مصري. مفيش خالد جلال، مفيش أي اسم مصري هيقود الزمالك الفترة الجاية. ليه؟ الموضوع بسيط جدا. الزمالك عنده ماتش أمام شباب وزداد، وده تحصيل حاصل. عنده ماتش النهارده امام البنك الاهلي في كاس الرابطه، فهم شافوا ان هم ما يستعجلوش لسببين: ما عنديش ارتباط قوي، كمان في انتظار خروج او عوده رئيس الزمالك من وجهه نظرهم مرتضى منصور لحسم القرار واتخاذ القرار الصحيح او اتخاذ القرار فيما يخص المدير الفني. هم انتظروا السببين دول. الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني.